بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في العالم على قناة مغرب تي في من بروكسل في برنامجنا إسلام اليوم. اليوم سأتحدث باللغة العربية والفلمانية. كعكت منسن فنهارت بالكم إك فنضاحك إك براتني نت أرابيس ماروكانس إنوكي نت نيدرلانس. فنضاح كعك إك تهبن أوفر إتيك أوفر تخدراح فن مسلم. Hoe moet een moslim zich gedragen? We hebben prachtige voorbeelden van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en van onze metgezellen, de sahaba, radiyallahu anhum ajma'in. De islam vraagt aan een moslim om zich te gedragen, om vriendelijk te zijn. En de doel van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was om het gedrag van de mensen te verbeteren. En in deze overlevering zegt hij: innama bu'ithtu li'utammima saliha al-akhlaq aw makarim al-akhlaq. Hij zegt dat hij werd gestuurd naar de mensheid om het gedrag te verbeteren van de mensen. Het gedrag is zeer belangrijk. Beste mensen, met het gedrag en het goed geloof en het imaan. Wat gebeurt er als men goed gedrag heeft, als hij vriendelijk is? Dan ontstaat er vriendschap, ontstaat er liefde tussen de mensen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt over de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in de Koran: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Als je een agressieve persoon was met een harde karakter en een harde hart, dan had jij de mensen rondom u weggejaagd. Dus door vriendelijkheid en ethiek en gedrag zal men en kan men liefde verspreiden en vriendschap verspreiden tussen de mensen en de vriendschap tussen de mensen en de broederschap wordt sterker en sterker. Met het goede ethiek en geloof, beste mensen, kan men ook iemand worden die de relaties tussen de mensen herstelt. En met het goed gedrag en geloof, beste mensen, geeft Allah subhanahu wa ta'ala ons heel veel gunsten. En krijgen wij de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala in ons dagelijkse leven. Ayyuhal ikhwa wal akhawat. Al-Islam a'tana inaya baligha bil akhlaq. Hatta ja'alaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam المقصد من بعثته حيث قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فبالأخلاق والإيمان بالله سبحانه وتعالى يحصل الوئام والتآلف في المجتمع. يقول الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم الأخلاق ديالو سيئة، الناس ما غيجيوش يجلسوا معاه، ما يحبوش، ما يسمعولوش. خايل الإنسان العلاقة ديالو مع الناس، وإذا بغى يأسس الحب ويبغى يأسس الأخوة ويقوي العلاقة ديالو مع الناس، خص تكون الأخلاق ديالو في المستوى، خصو يكون كيتحلى بالأخلاق الكريمة، بالصفات العالية اللي كتجعل الناس تتمنى تكون في حاله. فهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصد ديال البعثة ديالو لهذا الدنيا باش لأتمم
إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. باش يعلم الناس كيفاش يتأدبوا، كيفاش يتعاملوا مع بعضهم بالخلق الحسن مع الإيمان. أيها الإخوة، تعمر الديار وتزيد الأعمار. فهذا الحديث الصحيح رواه الإمام أحمد بسند صحيح، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. الله أكبر. إلا بغيت الله سبحانه وتعالى يطول لك في العمر. وفعلا حتى علميا ثبت أن الإنسان إذا كان القلب دياله طيب وما كيتعصبش وما كيتعنفش مع الناس ودائما بشوش وأخلاق دياله لينة، فهذا كيعيش كيطول له ربي في العمر، لأنه ماشي عصبي، الأعصاب دياله ما كتوترش، دائما بشوش وفرحان ودائما كيدخل السرور على الناس وكيبغي الخير للناس. هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى كيعمر له الدار دياله بالخير وكيزيد له في العمر دياله وكيطول له في العمر دياله. أيها الإخوة والأخوات، كذلك كلام جميل جدا وحديث اللي غنذكره الآن: الملائكة قريبة من المؤمنين ذوي الأخلاق الحسنة. المؤمنين اللي عندهم الأخلاق الحسنة واللين، الملائكة كتحبهم وكتكون قريبة لهم، والشياطين بعيدة منهم، الشياطين كتهرب منهم هؤلاء الناس لأن فيهم الخير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، دعونا نسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جميل جدا أيها الإخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، أبو هريرة رضي الله عنه كيروي هذه القصة الجميلة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وحر الرجل دخل وعلى سيدنا أبو بكر بقى كيشتم فيه، يقول له الكلام اللي ما كيصلحش، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس حدا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. الله أكبر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ كيبتسم، وخا هذاك الإنسان دخل وبدأ كيزبل وكيشتم وكيستخدم الكلمات البذيئة كيقلل من سيدنا أبو بكر. أبو بكر جالس مع الرسول صلى الله عليه وسلم كيسمع الرسول صلى الله عليه وسلم كيبتسم، ولكن هذاك الإنسان ما وقفش، بقى كيزيد في الكلام ديالو. فلما أكثر رد عليه أبو بكر بعض قوله، اللي زاد في الكلام، والإنسان طبعا إنسان ضعيف، يعني شحال قدك تتحمل. سيدنا أبو بكر طلع له الزعف ورد عليه بتلك الكلمات، بعض الكلمات اللي كان كيذكرهم تلك الرجل. فديش حصل، اللي حصل أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فلاحق به أبو بكر فقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس. فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. فالرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر ملي رد على ذلك الرجل، الرسول صلى الله عليه وسلم عجبوش الحال وغضب وناض ومشى. سيدنا أبو بكر مشى كيجري عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان كيشتمني كيسبني وانت جالس حدايا، فملي رديت عليه غضبتي وقمتي ونطي. فشوفوا الجواب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، الجواب جواب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إنه كان معك ملك يرد عنك. الله أكبر، ملك يرد عنك. فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان. قال لهم: لي كنت ساكت، الملائكة كانت كتدافع عليك، ولكن لي رديت عليه الشيطان حضر وجلس، وأنا ما بغيش نجلس مع الشيطان. شوف الصبر على الأذى ديال الناس، الأجر ديالو عظيم. بس منسن الموي فوربيلت فور دي خين دي فان خود خدراحين زيد زين منسدي هدول دخسان انفدراح سام زين
this overleaving the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira radiallahu anhu vertelt een mooi verhaal. Abu Bakr, de eerste khalif van de islam, zat in de moskee en naast hem was de Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En ineens kwam er een persoon binnen en hij begon Abu Bakr radiallahu anhu uit te schelden. Met vieze woorden enzovoort. En de Profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam begon te glimlachen. Ja, en die persoon die overdreef en bleef maar vieze woorden en uitschelden. Ja, en de mens is verdraagzaam, maar soms als het te veel wordt, dan wordt de mens natuurlijk ongeduldig. Wat heeft Abu Bakr radiallahu anhu gedaan? Hij heeft geantwoord met het aantal van de woorden die de persoon zelf had gebruikt. Daarna, wat is er daarna gebeurd? Daarna is de Profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam kwaad geworden en hij is opgestaan en weggegaan. En dan, wat heeft Abu Bakr gedaan? Hij heeft hem gevolgd. En hij zei tegen de Profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam: O Profeet van Allah, ik zat naast u en hij begon mij uit te schelden. Maar toen ik hem een antwoord had gegeven, ben jij kwaad geworden en opgestaan. De Profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam antwoordde: toen gij zweeg, uw engel diende hem van antwoord. Maar toen jij reageerde, is de shaitaan gekomen. En als de shaitaan aanwezig is, dan wil ik niet naast de shaitaan gaan zitten. Het is een mooi voorbeeld hoe dat wij verdraagzaam moeten zijn. En het is niet de bedoeling van, als die persoon een slecht gedrag heeft, dat ik hem op dezelfde manier moet behandelen. Je bent een opgevoede persoon met ethiek. En daarom is het belangrijk dat wij ons op een verdraagzame manier reageren. فأيها الإخوة والأخوات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الله أكبر. رواه الترمذي وهو صحيح. فالمرء لا يكمل إيمانه إلا بحسن الخلق. يعني الإيمان ديالك ما يكون كامل حتى تكون الأخلاق ديالك في واحد المستوى عالي. كنلاحظوا يعني فعلا أن المسلمين للأسف الأخلاق ديالهم بعض الأحيان خصها شوية ديال العناية. كنشوفوا ونعطيو مثال، احنا عايشين هنا في بلجيكا وفي أوروبا، كنلقاو بعض الأحيان غير المسلمين البلجيكيين والأوروبيين فيهم شي صفات وأخلاق وراقية وهم غير مسلمين. ما بالك بالمسلمين اللي الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم كيطالبهم باش يتحلوا بالأخلاق الكريمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب عباد الله إلى الله فقال أحسنهم خلقا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال: أحسنهم خلقا. الإنسان اللي كتكون الأخلاق دياله عالية كيكون محبوب عند الله سبحانه وتعالى، بل هو الإنسان اللي كيحب الله سبحانه وتعالى. والمؤمن اللي كتكون الأخلاق ديالو حسنة محبوب عند رسول الله، قريب من مجلسه يوم القيامة. كتكون قريب عند الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. هذه كلها أحاديث صحيحة. إنسان
كيكون قريب عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كيكون في المجلس ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وكذلك ما من شيء أكثر أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. غيتي يوم القيامة، يوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بغيتي يكون الميزان ديالك ثقيل، فاجتهد على الأخلاق ديالك باش تحسنهم وتكون عندك أخلاق طيبة. كذلك بالأخلاق الحسنة مع الإيمان ترفع الدرجات. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. شفتي هذاك اللي كيصوم وكيقوم الليل عنده أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت تقدر توصلتك الدرجة دياله غير بالأخلاق الحسنة، بالمعاملة ديالك مع الناس الحسنة أيها الإخوة والأخوات. وكذلك وصاحب الخلق الحسن بإيمانه في أعلى الجنة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي أدناها لمن ترك المرء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يعني الإنسان اللي الأخلاق دياله حسنة كيكون المكان دياله في أعلى الجنة، الله عز وجل كيعطي له الدار البيت في أعلى مكان في الجنة. إخواني الكرام، شوف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الأخلاق الكريمة. هنا حتى احنا مأمورين نبذلها حتى مع الحيوان، مع السال الإنسان. هنا في هذا الحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم جملا فحن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفره، أي مؤخرة رأسه. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف واحد جمل يعني كيبكي، جاء ومسح له العنق دياله هيدا، فسكت فقال: من رب هذا الجمل؟ شكون ديال من هذا الجمل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الجمل هذا ديال من؟ فجاءه فتى من الأنصار، واحد الشاب من الأنصار من أهل المدينة، فقال: لي يا رسول الله. قال: هذا الجمل ديالي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه. الجمل شكى للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كيتعدى عليه وما كيوكلوش. فلذلك أيها الإخوة والأخوات، الإسلام ديالنا كيأمرنا بالخير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أخلاقنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل. بس منس تاس يغلوف زال باس فر فوليدين فانير خا يخدرح فر بيترت ان ديز اوفر ليفرينغ ذا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم يفتي زيكت اكمل المؤمنين ايمانا. تغلوف غدي ان فر فوليدك هين غلوف هبا فر فوليدك سن دي هنا دي فان خود خدر أحسان. أنوك إن أندر أوفر ليفرين زيخت بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ونير إيمان تنفرعت ويز دي هنا دي هتميست الله سبحانه وتعالى ليف هيفت إنها أنتورد دي هنا دي خود خدر أحسان. En ook diegene die goed gedrag heeft, is geliefd bij de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En in de hiernamaals zal hij zeer dicht bij de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mogen komen. En in de dag des oordeels, wanneer wij zullen bericht worden door Allah subhanahu wa ta'ala, het goed gedrag zal zwaar wegen.
Ons goed gedrag zal zwaar wegen, beste broeders en zusters. Gewoon lief zijn tegen de mensen en vriendelijk zijn en eerlijk zijn, dat weegt enorm zwaar in de dag des oordeels. En ook in een overlevering van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: "Inna al-abda la yablughu bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im." Je ziet diegene die dagelijks vast of de meeste van de dagen vast hij en ook de meeste van de nachten doet hij de nachtelijke gebeden. Die persoon verdient enorm veel hasanaat en krijgt een zeer grote, hoge positie bij Allah subhanahu wa ta'ala. Je kunt die positie verkrijgen door uw gedrag te verbeteren, beste broeders en zusters, beste mensen. Gedrag is belangrijk. En ook in de dag des oordeels krijgt u een huis in de hoogste graad in al-Jannah. En hier, men moet ook vriendelijk zijn, zelfs tegenover de dieren. De profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam zag een kameel. Die kameel weende. En de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft hem geaaid. En de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam had mirakels, kon communiceren met de dieren. En de kameel had natuurlijk geklagen van de behandeling van de eigenaar. Dat hem mishandelde en dat hem niet genoeg eten kreeg. Dus de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam vroeg aan die mens om de dier goed te behandelen. Ayyuha al-ikhwa wal-akhawat. Al-insaan بالسفر والجوار والبيع والشراء كي تعرف على الأخلاق ديال الرجال. شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رجل جاء عند سيدنا عمر يعني باش يشهد ولم يكن يعرفه، فقال: أتي بمن يعرفك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: جيب شي واحد اللي كيعرفك مزيان. فقال رجل من القوم: أنا أعرفه. واحد قال له: أنا كنعرفه. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. قالوا: كنعرفه بأنه الإنسان فيه العدل، إنسان فاضل. فقال: هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قالوا: واش الجار ديالك هو؟ واش كتعرفه فوقاش كيدخل وكيخرج، واش كيعمل صداع، واش كيكرمك، واش كيظلمك؟ قالوا: لا. قال: فعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع. واش تعاملتي معاه بالفلوس؟ واش تعرفوا واش بأنه الإنسان كيوفي الكلام ديالو وفيه الورع؟ قالوا: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائتي بمن يعرفك. فالإنسان، بزاف ديال الناس كيقول لك فلان كنعرفه، هو ما كيعرف عليه والو، ما شاركوا لا في الطعام، ما سافر معاه، ما تعامل معاه. فلذلك الانسان خصو يكون على حذر وما يلومش الناس فقط، فبالاخلاق، بالمعاشره، بالجوار، انسان كيعرف الانسان الاخر. كذلك المرء انما تعرف اخلاقه في بيته مع اهله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. في الدار تماك الإنسان كيتعرف واش فعلا، لأن الإنسان قد يصطنع خارج بيته خلقا حسنا ويتصبر عليه، لأن وجوده مع الناس يعني قصير المدى، فإذا لقي أهله كان أسوأ الناس خلقا وأشحهم نفسا وأقلهم خيرا. مع الأولاد ديالو كتصيبو يعني ديما شديد وما فيهش الأخلاق، ومع الزوجة ديالو ما كيعرفش كيفاش تتحلى معها بالكلام وبالخلق الحسن. ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق في البيت، يكشف ففي البيت يكتشف لين المرء من فظاظته وكرمه من بخله وأناته من عجلته. ومن ملك نفسه عند أهله ظهرت خيرته، ومن لم يحسن
يحسن تدبير بيته فكيف يحسن تدبير غيره؟ فالإسلام كيأمرنا بالأخلاق الحسنة أيها الإخوة والأخوات. غنعطيو أمثلة يعني راقية جدا في التاريخ الإسلامي، أمثلة عظيمة جدا ديال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كيفاش كانوا كيتعاملوا حتى مع الرعية ديالهم. حين قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اسمعوا وأطيعوا. تصدى له سلمان الفارسي رضي الله عنه قال يقول: لا سمع لك علينا ولا طاعة حتى تبين لنا هذا البرد الذي اتزرت به من أين لك هو. هذا هو المقياس الخلقي للسياسة، حتى في سياسة الناس هو تعامل سياسي بين الحاكم والمحكوم، قائم على القاعدة العقدية ومتسم بالسمة الأخلاقية. وحين لم يغضب عمر لهذه القولة واستجاب وقال لما سلمان رضي الله عنه، سيدنا عمر قال لهم خصكم تسمعوا وطيعوا، سلمان قال له ما نطيعوكش حتى تقول لنا هذا يعني البرد اللي لابسوا منين جبتيه. سيدنا عمر استفسر قال له علاش، فشرح له سيدنا سلمان رضي الله عنه سلمان الفارسي وقال سيدنا عمر رعيت لولده قال له يا عبد الله بن عمر، ينادي ابنه عبد الله، ناشدتك الله، هذا البرد الذي اتزرت به أهو بردك؟ قال نعم. عيت الولد قال له هذا ماشي ديالك انت اللي عطيته لي؟ قال له نعم، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كان طويل، كان كبير، وما كان ما كانش يكفيه واحد البرد واحد. ف يعني طلب من ولده يعطي له دياله. إن أبي نال بردا واحدا كما ناله بقية المسلمين. كان كيخد في حل بقية الناس، كيخد شي زيادة حيث هو أمير المؤمنين، كيخد في حل الناس، في حاله في حال عباد الله. فولدو عطى له ديالو قال له هاك كيفاش. فيعني قمة في الأخلاق وقصة جميلة بغي نحكيها أيها الإخوة كذلك، ديال سيدنا علي رضي الله عنه مع يهودي مواطن ديال المدينة المنورة في فجر التاريخ الإسلامي المضيء، حين يجيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيجد درعه مسروقا عند واحد من اليهود، درع دياله سرق يهودي، فيقول له هذه درعي، فيقول لا ليست درعك، فيقول له تعال إلى القاضي. قال له هذا الدرع ديالي. قالوا لا ماشي الدرع ديالك. فسيدنا علي رضي الله عنه قال اليهودي تعال نمشي ونتحاكموا عند القاضي، القاضي هو اللي غيحكم بيننا، هو أمير المؤمنين هو اللي كيحكم، ولكن امتثل للقضاء لأن الناس كلهم سواسية. قمة في الأخلاق أيها الإخوة، قمة عظيمة كبيرة في الأخلاق. فسيدنا علي رضي الله عنه خداه للقاضي، فامشى إلى القاضي ليشكوه ويقول الدرع درعي ولم أبع ولم أهب. فيلتفت القاضي إلى اليهودي، سيدنا علي مشى عند القاضي قال له هذا الدرع ديالي ما بيعته ولا أعطيته. والقاضي كيسول اليهودي قال له لأنه لا يحكم في القضية ابتداء وهو يعلم صدق علي، هو كيعرف بأن سيدنا علي رضي الله عنه ما كيكذبش أمير المؤمنين. فسول اليهودي وسمع الكلام ديال اليهودي فقالوا يا أمير المؤمنين هل من بينة، هل من بينة، واش عندك شي حجة بأنها ديالك؟ هذه قمة يعني القمة أخلاقية، يعني قمة عظيمة جدا. فيبتسم علي رضي الله عنه ويقول صدق شريح وهو القاضي، ما لي بينة. فيحكم القاضي، وتلك هي القمة الأخرى، فيحكم القاضي بالدرع لليهودي وهو يعلم أنها لعلي أمير المؤمنين، ولكن تنفيذا للشريعة الربانية البينة على من ادعى. وعلي رضي الله عنه مدع، أي هو رافع الدعوة، وعلى اليهودي البينة على من ادعى. هل لك بينة؟ ما عندي بينة، انتهى الأمر، ما عندكش الحجة، صافي الله يهنيك.
والبقية ديال القصة إخواني الكرام، اليهودي مشى خرج فرحان ولكن تأثر بالموقف، أمير المؤمنين والقاضي ديالو كيحكم ضده. فهنا في هذه القصة أيها الإخوة، أسلم هذا اليهودي بسبب عدالة الإسلام أيها الإخوة والأخوات. فقصة ديال الأخلاق في الإسلام قصة عظيمة جدا. والآن كنلاحظوا بعض المسلمين التصرفات ديالهم والأخلاق ديالهم يعني أخلاق سيئة جدا، ربما كتشوه الصورة ديال الإسلام. طيب أيها الإخوة والأخوات، نشكركم على المتابعة، نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحال المسلمين ونترقوا المستوى ديال الأخلاق العالية باش نحسنوا الصورة ديال الإسلام. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ha 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 ha